عليه الشعب المصري، وهؤلاء أيضا يتواطؤون مع التنظيم الذي أخرجه الشعب المصري من الحكم بثورة، معناها أن الثالوث الخطر على مصر قد وضع يده في يد بعض البعض، وأن هذا يهدد بشكل مباشر إرادة الشعب المصري ويجعل الشواهد على الأرض تحتم علينا أن نوجه هذا الخطاب للشعب المصري عبر إعلامنا، والذي أتمنى أن يكون بقدر المسؤولية في نقل الحقيقة كما نعلنها عليكم، والتي نتمنى أيضا أن يكون لديه أمانة النقل لما سنعرضه من وثائق وأدلة على معلومات تتعلق بهؤلاء الذين تقابلوا معهم في الكويت وعقدوا معهم الصفقة. اللي بيفعلوه اليوم يساوي فجور وتواطؤ مع أطراف الفساد والاستبداد والمتاجرة بالمال والمتاجرة بالدين، ومواجهة مباشرة لإرادة الشعب المصري، وفي انتخابات بتبني سلطته التشريعية. ربما يكون الأمر قاسي، لأنه الحقيقة المرة أحيانا تكون صعبة، لكن وضوح الرؤية أمام الشعب المصري هو واجبكم أنتم. لا ننتظر منكم إلا أن يكون عنوان هذا المؤتمر الصحفي هو إجلاء الحقيقة للشعب المصري، ولابد أن يكون أيضا العنوان هو أن الوطن ليس وجهة نظر، وأن الوطنية ليست وجهة نظر، وأن تستحق منا أن نكون أكثر شرفا. قائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية التي يشهد لها الجميع بأنها كانت القائمة البيضاء بإرادة الشعب المصري اللي سماها كده، وهي التي مولت ذاتيا من أعضائها دون أن يطرق بابها مليم واحد لا من الداخل ولا من الخارج، وهي القائمة التي كان عنوانها هو الحصار الإعلامي المحكم، لكنها استطاعت أن تخترقه بالتعامل المباشر مع الشعب المصري، والتي تواصلت معه في كل مكان، وكان اليوم الأول في الانتخابات واضح فيه تقدمها على كل الأرض. إلا أنه هذا كله لا يعني بالنسبة لنا ما يمكن أن يعنيه للآخرين، لأننا لسنا باحثين عن سلطة ولا باحثين عن مواقع ولا باحثين عن كراسي، وإنما إحنا باحثين عن مشاركة في المسؤولية الوطنية. وبالتالي فهؤلاء الذين أقاموا الدنيا من حول قائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية ووجهوا إليها كل أسهمهم بالاتهامات الباطلة والمزورة والمزيفة التي تعلمونها جميعا والتي تداولتموها، وتركناها نحن لتسقط تحت أقدامنا عن عمد، ولم نتعامل معها باعتبار أنها تشغلنا ولو لحظة واحدة، وتعلموها جميعا جيدا. إلا أنه الحقائق يجب أن تعلن للشعب المصري كي يعرف من هم هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم وحدهم من تعاملوا مع الوطنية المصرية ومن تعاملوا مع الدولة المصرية. وأشكركم على استماعكم لي.